موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، هو عز وجل ذو الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي شملت البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وهو عز وجل الرحيم ذو الرحمة الخاصة الواصلة، رحمة خاصة بعباده المؤمنين المتقين، يدلهم عليه، يعرفهم به عز وجل. هو الرحمن الرحيم، ومن أعظم تجليات رحمته أنه تكلم بالقرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهو تكلم بالقرآن حقيقة، وسمعه منه جبريل وأداه كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك ينبغي على المؤمن السائر إلى الله تبارك وتعالى أن يتداوى بأدوية القرآن، وأن يستشفي بشفاء القرآن، وأن يتلمس رحمة القرآن المبثوثة في آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك لا سيما ونحن في مواسم الخير، ما بين موسم الغرس والسقي والحصاد، رجب وشعبان ورمضان، ينبغي علينا أن نتعرض كثيرا لنفحات القرآن لكي ننال من بركاته وننال من رحماته. وإنما ينال العبد ما في القرآن من كنوز بالتفسير والتدبر. فالتفسير الصحيح هو القاعدة الأساسية لكي يتدبر الإنسان، والتدبر هو الوظيفة الأصلية للإنسان في التعامل مع القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. إذن التدبر وهو النظر إلى مآلات المعاني وإنزال المعاني على واقع النفس وواقع المجتمعات، هذا الأمر لا يتأتى إلا بعد البيان، إلا بعد الفهم، إلا بعد التفسير الذي هو فهم معاني الكلمات وفهم معاني الجمل. ثم بعد ذلك تفهم، بعدما تفهم المعاني تبدأ تتأمل فيها وتنظر إلى دبورها، أي إلى مآلاتها، كيف تنزلها على نفسك، كيف تحولها إلى واقع عملي، كيف تطبقها. فإذا طبقتها تنظر إلى كيف تعتاد على هذا التطبيق حتى يصير هذا التطبيق لك خلقا. والخلق هو الهيئة الكامنة الراسخة في النفس، يفعلها الإنسان بلا تكلف. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. أي أن المعاني المتمثلة في 6236 آية متمثلة في خلقه صلى الله عليه وسلم. إذن هو هذه مرحلة تأتي بعد الفهم، تأتي بعد التدبر، تأتي بعد العمل،
حتى يصير هذا العمل خلق، أي يفعله الإنسان بلا تكلف. وهذا الأمر لا يتأتى لما بعد الأنبياء أي من المؤمنين إلا بعد مجاهدات ومكابدات، يحتاج الإنسان إلى أن يفهم معنى آية آية، ثم بعد ذلك أن يتدبر ما فيها من المعاني وينزلها على قلبه وعلى عمله وعلى نفسه وعلى ظاهره وعلى باطنه، وأن يرتقي إلى مستواه، ثم بعد ذلك أن يتأتى له الثبات على هذا العمل وعلى هذا التطبيق حتى يصير له خلقا. قد تكون له آية خلقا، آيتين، وكذلك يستزيد بقى. وهذه حقيقة العلم، حقيقة الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعلم الكتاب ودراسته والعمل به وحقيقة الربانية. قال الفضيل بن عياض: من عمل بما علم نوري في ملكوت السماء ربانية. إنما حقيقة الربانية علم وعمل، فإن العلم بغير العمل قد يؤدي بالعبد إلى النفاق، والعمل بغير علم قد يؤدي بالإنسان إلى البدعة. وهذا هو المفارقات للصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، هم أهل العلم والعمل. المغضوب عليهم هم أهل العلم بلا عمل، والأصل هم اليهود. ومن شابه اليهود من العلم بلا عمل، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فإشكالية اليهود لم تكن في القوة العلمية، إنما كانت في القوة العملية. كانوا يعلمون الحق ولكن يتركونه شهوة، يتركونه غيا. والعكس في النصارى، الأصل أن الضالون هم النصارى، ولكن هذا يشمل كل من شابههم في وصفهم من العمل بلا علم. هم كانوا مجتهدين في العبادة حتى ابتدعوا فيها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها، ولكن لم يكن هذا بمقتضى العلم. فضلوا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع النصب يصلى نارا حامية، لأنه لم يكن عمله على مقتضى ما جاءت به الرسل. فكانت قوتهم عملية نعم، ولكنها لم توافق القوة العلمية، فكانوا ضالين متخبطين في الظلمات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك قال لسفيان الثوري: من فسد من علمائنا شبه اليهود، ومن فسد من عبادنا شبه النصارى. هذه حقيقة التدبر بقى. التفسير قوله صلى الله عليه وسلم: فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون. ده التفسير، فهم كده كلام. وأن تنظر بقى بعد هذا في الصفات التي اتصف بها كل من اليهود والنصارى، وتبدأ تحذر منها في نفسك وتحذر منها في من حولك، ده التدبر. إن التحذير ده بقى، ده التدبر ده عمل قلبي، وإيه، وفي نفس الوقت استخراج معاني. إن التحذير ده يبقى حقيقة اجتناب بقى، إن أنت لا تكون من أهل العلم والعمل، وتجتنب أن تكون من أهل العلم بلا عمل أو أهل العمل بلا علم. الاجتناب ده عمل بقى، والاقتداء بالذين أنعم الله عليهم ده عمل. أن يصير أن تواظب على هذا العمل حتى يصير لك خلقا، هذا هو التخلق. احنا محتاجين بقى كده مع كل كلمة من كلمات القرآن وكل آية من آيات القرآن. وأنا اخترت لكم، وقد أشار علينا بعض إخواننا إن احنا يكون هذا الدرس للتفسير، اخترت لكم أن نتناول السبع المثاني وأم القرآن بالتفسير من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وتاخد بقى يعني إيه، شهر، شهرين، سنة، مش موضوعنا، المهم إن هي تخلص. واخد بالك؟ متخلص إمتى دي بقى؟ لو لينا عمر، واخد بالك؟ بس إن شاء الله تخلص يعني، إن شاء الله. بس على الأقل نكون إيه؟ تناولنا. وابن القيم برع في تفسير هذه السورة في مقدمة مدارج السالكين شرح منازل السائرين، شرحها في حوالي 170 صفحة مثلا. هنحاول طبعا ان احنا ايه
يعني نجملها على قدر الايه الاستطاعة، ونستخرج على قدر الاستطاعة كنوز كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيكون هذا تأهيلا واستعدادا للقلوب والنفوس لتلقي الآيات والتعامل مع الآيات حقيقة في شهر رمضان بإذن الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا. لماذا أنزل الله القرآن؟ لنقرأه. تمام، نقرأه دي اللي احنا مجرد نطرب، يعني مجرد يشتغل كده الصبح في إذاعة القرآن الكريم، مجرد تشغله في السيارة، مجرد انت تجيب الورد، ده الأحسن حالا، يعني إن هو ليه ورد ثابت يوميا من القرآن اللي أنت تحفظه صم فقط. لا، أنت بتقرأه، كل دي وسيلة، القراءة ورد، ورد القراءة، ورد الحفظ، ورد المراجعة، ورد القيام، ورد السماع، كل دي وسيلة. تحقيق إيه بقى؟ التدبر، الفهم وإنزال المعاني على واقع القلب والنفس والمجتمع. أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا. ليه يا جماعة؟ لأن القرآن بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. يعني إيه القرآن بصائر؟ عارفين العدسات اللينسز بتلبسها على عينيك؟ ناس النظارات زينا ما بيلبسوش لينسز، بقى في ناس بتحط لينسز على إيه؟ على نن عينيها كده، خد بالك؟ هو القرآن كده، كل آية من آياته عدسة، تفضل تحط عدسة على عدسة على عدسة، تشوف الرؤية واضحة. رؤية إيه؟ رؤية الموت والحياة، رؤية الدنيا والآخرة، رؤية الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان، رؤية التدافع بين الخير والشر والظلمات والنور وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، رؤية أن هذا الكون كله مشدود بخيوط النور الممتدة من أسمائه وصفاته، فكل يوم هو في شأن، يفرج كرب، يغفر ذنب، يفك عانية، ينصر مظلومة، يؤتي الملك من يشاء، ينزع ملك من يشاء، يعز أقوام، يذل آخرين. مفترض أن المؤمن بيرى الأوفر أول فيو ده، المشهد الكل ده، من خلال القرآن، من خلال النظر إلى الحياة من خلال عدسات الآيات وبصائر الآيات، فيرى قدرة الله، فلا يستصعب أمرا في دعائه. أسأل الله كل شيء، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، بل يعزم المسألة. ليه؟ لأن الله لا مكره له. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم يك شيئا. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يرى ذلك المؤمن من خلال عدسات وبصائر القرآن، يرى الجنة، يرى النار كأنه يرى، أن يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يكن يرى فإن الله يرى، وكأنه يرى الجنة، وكأنه يرى النار، وكأنه يرى ذلك، يرى ذلك بإيه؟ بقلبه. القرآن بصائر للقلب المبصر. هو في قلب مش مبصر؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يعمى، والإشكال الكبير إن عمى القلب أخطر بكتير من عمى العينين. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، عمي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طب ده راجع لإيه؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك عشان الآية تبقى بصيرة، تبقى عدسة،
فعلا في عينيك، وعدسة ثابتة، عدسة تلزقها فعلا وتبدأ تشوف بيها الحياة. لازم تكرار، ما تكرر ايه؟ تقرر ان الآية تكرر. الآية تكرر مش تحفظها بس وتسمعها بس وتروح الحلقة وتسمعها وتاخد إجازة، لا، انت بتكرر عشان تفهم، انت بتكرر عشان تدبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بقوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية كاملة بالآية. طب ليه تكرار الآية؟ تكرار ما في الآية من معاني حتى ينصبغ القلب بأنوارها. قال سهل بن عبد الله التستري: الآية كالتمرة، كلما مضغتها كلما وجدت حلاوتها. تفضل تعصر في الآية. هو الآية هي الآية، لكن المشكلة في قلبك أنت. أنت بتكرر ليه؟ عشان قلبك يفهم، عشان قلبك يلقط شبكة. هو المشكلة إن الشبكة ضعيفة. طب ليه الشبكة ضعيفة؟ لأن في حواجب غليظة بين القلب وبين السماء بسبب الذنوب. وذلك أم على قلوب إيه؟ أقفالها. القفل ده بيجي منين؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى احنا عايزين نفهم عشان اما نيجي نقرا القران يبقى عندنا نوايا ويبقى عندنا رؤيه وعندنا معيار انديكيتور. القراءه دي نافعه ام لا؟ في القراءه للاجر لا اقول الف لام ميم حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بحسن وحسب 10 امثالها الى 700 ضعف. ولكن هذا الامر ايه؟ طب اجر اللي بيقرا الاجر بس بدون فهم هيبقى زي اجر اللي بيقرا بفهم؟ لا، لان اعمال القلوب متفاوته جدا. وده السؤال بقى اللي الراديكالي اللي بيجي كل رمضان: ها اقرا ختمات كتير ولا اقرا ايه، ختمتين ثلاثه بس التدبر؟ لا، اقرا ختمتين ثلاثه بتدبر، اقرا ختمتين ثلاثه بتدبر، تقوليش بقى هقرا ختمه واحده ماشي، عشان ده يعني رمضان برضو، يعني برضو ايه، وازن بين الموسم فاضل فشد حيلك شويه، واخد بالك؟ ما تموتش يعني، ما تموتش يعني، انا بقول لك 10 ايام ختمه، 10 ايام ختمه، يعني الجزء بياخد نص ساعه، يعني ساعه ونص قراءه في اليوم، مش معقول كده، واخد بال حضرتك؟ بعد ما تخلص بقى ابدا بص بقى في الايه، واللي مش فاهم في تفسيرها بص في تطبيق ايه، كلمات القران، السراج المختصر في التفسير، التفسير ميسر، بس ساعه ونص قراءه على الاقل، واخد بالك؟ لكن هو في ناس بتقول لك لا انا كل يوم كل يومين هعمل ختمه بس مش بتدبر، هذرمه. لا، اقرا بالراحه بتدبر، انفع للقلب. قال: أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا. هو التدبر الاكتشاف بقى بتاعنا. التدبر أصلا مش هو الغاية، التدبر وسيلة برضه، يعني القراءة والحفظ والمراجعة والورد وسيلة لتحقيق التدبر، والتدبر وسيلة لتحقيق التذكر. عشان كده كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر قولوا الألباب. يعني بعد التدبر ايه المطلوب من التدبر؟ ايه المطلوب اللي انت بعد ما تفهم المعنى المستنبط الدقيق ده، المعنى اللي انت قشعريت بيه ده دلوقتي مثلا، ان انت دلوقتي تتذكره، ان انت دلوقتي تحضره وتنساه بعد كده؟ لا، يفضل ايه منك على بال، تفضل ذكرى في قلبك. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، الذكرى اللي تذكرها وانت في خلوة والشيطان يدعوك إلى معصية، وامرأة تقول هيت لك، وعورات مكشوفة تعرض على الشاشة أو على الموبايل. ذكرى تذكرها في معاملاتك مع القريب والبعيد والموالف والمخالف، مع كل كلمة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. الناس ما بقتش تاخد بالها من كلامها ولا بوستاتها ولا تعليقاتها، وبقت الغيبة والنميمة والفحش والبذاء ده شيء عادي، وللأسف الشديد منهم من ينسب إلى الصالح. وده دليل عليه يا جماعة، قلة التقوى، ضعف التعظيم، ضعف الخوف. حتى لو قال لك أنا معايا إجازات الدنيا ومعايا شهادات الدنيا، كل هذا لا يساوي شيئا العلم والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ونسعد بالتذكر ده، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التذكر ده يضمن للإنسان السعادة، يضمن للإنسان الطمأنينة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التذكر ده اللي هو في الحقيقة يؤدي للعمل والتطبيق والتخلق، يضمن للإنسان حياة طيبة. يعني إيه حياة طيبة؟ يعني معاه فلوس كتير، يعني يبقى مع عضلات يعني وبايسبس وترايسبس وبنش قوي جدا، يبقى عنده عربيات، يبقى عنده عقارات، يبقى عنده أموال وأولاد، هو دي السعادة؟ لا، مش دي السعادة. السعادة هو أن يرضى بالله وعن الله في كل أحواله، سراء وضراء، صحة وسقم، قوة وضعف، تمكين واستضعاف، رخاء وشدة، عسر ويسر. أن يرضى بالله وبأقضيته وأقداره. متى يرضى بالله؟ حين يعرف الله، حين يعرف حكمة الله، حين يوقن بحكمة الله. فإن خفيت عليه في بعض الزلازل أو المحن فإنه يرضى ويسلم ويفوض الأمر إلى الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مع كل محنة تحصل لك في حياتك يزلزل قلبك زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال مش بس على الأرض، وإن كان اللي حصل طبعا زلزال من زلازل في الأرض محنة عظيمة جسيمة جدا، لكن الإشكال كيف تستقبلها القلوب. بدل ما الناس تستقبل هذه المحن إنها ابتلاءات وإنها عقوبات وما نزهت إلا بذنب وينبغي أن نتوب وأن الله يستعتبكم فاعتبوه، لرأينا بعض الألسنة تلوك باتهام الرب في حكمته واتهام الرب في رحمته. صح، ده دليل على إيه بقى؟ دليل إن المحن بتأتي كاشفة لما في القلوب من أمراض. عنده مشكلة في التعامل مع ربنا أصلا، هو في جواه في شك في رحمة الله، شك في حكمة الله. هو لم يتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يتعلم كتابا واحدا في أسماء الله وصفاته، ولذلك عنده مشكلة دايما. لماذا يقدر الله الألم؟ لماذا يقدر الله الوجع؟ لماذا يقدر الله الموت؟ لماذا يقدر الله المرض؟ لماذا يقدر الله الشر؟ طب ما تتعلم عشان تعرف الإجابة. لا، ما عنديش وقت أتعلم، عنديش وقت، عندي وقت اتهم بس، عندي وقت ان انا يعني اظهر هذا العفن على الفيس بس. ولذلك يخذل في وقت المحنة بدلا من ان يحمد الله على العافية ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، وعلم أنه في عافية وقد تزول هذه عافية. ويتأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يكون في منتهى البلادة وقت نزول المحنة. فيكون كلامه كله ينم عن خبث في القلب. وقد قال أحد السلف: أعظم الذنوب علمك بخبث باطنك وعلمك بنظر الله إليك ثم صبرك على هذا. يعني هو عارف ان عنده مشكله، عنده مشكله، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجي يقول لك انا عندي حرج في المساله دي، حرج يعني ضيق، عندي في مساله حديث الذباب ده: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان على احد الجناحين داء احدهما دواء. مثلا عندي مشكله في الحديث ده، ما الزوج امراه مثلا تيجي تقول لك عندي مشكله في موضوع التعدد ده، عندي حرج، حزازه في النفس تجاه هذا الحكم الشرعي، تعلمي افهمي الحكم قبل ما ينزل البلاء، قبل ما تتعرض لموقف يظهر فيه قدحك في الشرع. عندي مشكله مثلا، ازاي يعني ربنا تبارك وتعالى يخلق الشر؟ يخلقه ليترتب عليه من الخيرات والحكم والبركات ما لا يحيط به عقله.
ولا يكون هذه الخيرات إلا بوجود هذا الشر الجزئي النسبي. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. كيف تظهر وتتجلى مغفرته إن لم يذنب أحد؟ كيف ستقوم عبودية التوبة إن لم يذنب أحد؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليه؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليتوب. التوبة من مقاصد وجود الخليقة البشرية الخطاء. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كيف سيكون هنالك جهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إن لم يكن هنالك كفر وفساد؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. علم الله أن سيكون من ذرية آدم الرسل والأنبياء والصالحون والمصلحون الذين يجاهدون في سبيله حق الجهاد يصطفيهم ويشتبيهم باستخراج هذه العبودية من قلوبهم ولذلك أوجد هذا التدافع. يبقى الإنسان الله طبق الشر يخلقه الله والشر الذي يخلقه الله ليس شرا محضا وإنما شر نسبي شر من وجه وخيرات من وجوه يترتب عليه من الحكم والبركات والخيرات ما لا يحيط به العقل فالفعل الذي ينسب إلى الله كذا في هذا الأمر هو الخير ولذلك لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ليس في أسمائه شر ولا في صفاته ولا في أفعاله إنما في بعض مفعولاته إنما في بعض مخلوقاته لكن الفعل اللي هو بقى إيه الشر النسبي وما يترتب عليه من الخيرات هذا هو الفعل الله فعل ذلك الذي ينسب إلى الله هو الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فإذا تعلم الإنسان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه تعرف إلى الله في الرخاء تيجي تتعلم ما بتتعلمش أن تقع المصيبة تقع المصيبة يظهر اللي جوه تعرف إلى الله في الرخاء أما تتعرف إلى الله في الرخاء تتعلم يعني يعرفك في الشدة يعني يعرفك في الشدة يثبت قلبك وانت فاكر ان الانسان لما تقع عليه مصيبة ويقول ان لله وان اليه راجعون دي بفقاكة يعني ولا شطارة منه لا تثبيت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء واصبر وما صبرك الا بالله فهي من الرصيد اللي انت شحنته في الرخاء تيجي تتصل عليه بقى الرصيد ده على قلبك يعني تلاقي في رصيد ما شحنتش في وقت الرخاء تيجي تتصل بقى في وقت الشدة عفوا قد نفد رصيدك او اصلا ما فيش رصيد تمام قال انزله نقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا قال ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره يعني حقيقة الحكمة والعلم بالله والعلم بأمره وبشرعه إنما تتأتى من إيه؟ من مدارسة القرآن قال فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته لمن أراد معرفة الله القرآن كتالوج ده بالباب التشبيه يعني لتعرف الله ولكي تعلم لماذا خلق الخلق وإلى أين المصير يبقى من الذي خلقني ولماذا خلقني وإلى أين المصير الأسئلة الوجودية الكبرى دي اللي بتحدد بوصلة توجه الإنسان ومساره في حياته
لا يتأتى إجابتها إلا من القرآن، فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قال: وطريقه الموصلة لسالكها إليه. وطريقه القرآن، طريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين. نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ابن عباس: أو من كان في تفسير الآية، أو من كان ضالا فهديناه وجعلنا له نور القرآن يمشي به في الناس. وفي الحقيقة طبعا السنة شارحة ومفسرة ومبينة ومفصلة لما أجمل في القرآن، والسنة وحي، تمام، ولذلك السنة داخلة في هذا النور، السنة داخلة في هذا النور. ولذلك قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سراج منير. عين سراج كالشمس تبدد كل ظلمة مهما كان الليل حالك، تبدد الظلمات. وهكذا كل من إيه؟ كل من يرث من ميراث النبوة من فهم القرآن وليه والسنة، فإنه يتأتى نوره على قدر وراثته لهذا العلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شبه ليه العالم بالإيه؟ ها، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لم يشبهه بالشمس، إنما شبهه بالقمر. ليه؟ عشان القمر بيعكس نور الشمس. القمر كوكب معتم، تمام، نوره ليس من ذاته. وهكذا العالم نوره ليس من ذاته، أمال من إيه؟ من انعكاس نور الشريعة عليه، من التعلم. لكن الوحي، القرآن والسنة، هم نفسهم إيه؟ نور. عشان كده احنا ايه القضية، احنا لماذا نتبع العلماء مثلا؟ هل لذواتهم؟ لا يا أبتي، إني إن كان الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، بل اتباع على قدر الايه؟ على قدر العلم الموروث. إن كان هذا على قدر الوحي في الأنبياء، يبقى في العلماء على قدر الايه؟ على قدر العلم، يعني بالدليل يعني. قال: ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل كانت الكرة الأرضية عبارة عن إيه؟ عايزك تقرأ كده الفصل الموجود في كل كتب السيرة، حق المختوم، السيرة النبوية للصلابي، السيرة النبوية لأبي حسن الندوي، أي كتاب سيرة من الكتب المعاصرين يعني اكتر، لان الجزء ده مش موجود في ايه في كتب التراثيه زي ابن هشام وغيرها، اللي هو الحال العرب قبل الجاهليه، او حال العالم في الجاهليه قبل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى حالات الناس، حوالي الناس ظلام دامس، اللي هو بالظبط قول النبي في حديث صحيح، في حديث عياض بن حمار المشاجعي صحيح مسلم: وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. البقايا من أهل الكتاب دول تفهمهم من حديث سلمان الفارسي، قصة إسلامه، هو قاعد ينتقل بين أربعة خمس إيه رهبان، خد بالك، عبر الإيه الجزيرة كلها، الباقيين على التوحيد، وورقة منوفل، بس إيه أنا بتكلم في الناس اللي كانوا أشتات كده، إلا بقايا من أهل الكتاب، واخد بالك؟ فالمقصود إيه؟ الظلام الدامس ده كله تبدد ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر قم فأنذر، نبئ بإقرأ وأرسل إيه؟ بالمدثر. قال: نوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات،
والسبب الواصل بينه وبين عباده. حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. سبب واصل بين الخليقة وبين ربها. تخيل أنت ماسك في حبل طرفه بيد الله عز وجل كما يليق بجماله وجلاله وكماله، هتضيع؟ مش هتضيع، مش هتضل، لأنك مع الله. الذين قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والذين يمسكون، أنتوا عارفين أنا ما بلاقيش ترجمة للكلمة دي إلا إيه؟ اتشعبط. يعني مش مجرد بيمسك، لأ، يمسك، يستمسك، ماسك بيده اسنانه، زي بالظبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عضوا عليها بالنواجذ، عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني امسك فيها بايدك واسنانك، كانه سيراد نزعها منك، وده الواقع. يراد نزع منك مصادر الاستدلال، القران والسنه، وفهم السلف، وتطبيق السلف، والاجماع، والقياس الجلي. بمصادر أخرى. إيه مصادر أخرى؟ التجربة والذوق والوجد والتقليد الأعمى والتعصب المذهبي. واقع، واقع، ويراد أن يفرض علينا كأنه الدين الرسمي للبلاد. صوموا ليلة 27 وصوموا 27 رجب. طب أين الدليل؟ لا، مش محتاج دليل. لا، أنت بيقول لك أنت اللي محتاج دليل، أنت بتمنع. لا، ده أنت اللي محتاج دليل. الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات الحرمة إلا ما دل عليه الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين اكتمل عقيدة وشريعة وعبادات وأما المعاملات فالأصل فيها الحل، ما لم يدل الدليل على المنع. ولكن الابتداع معظمه فين؟ في العبادات. أنت تيجي تكلمه يقول لك: والله هذا عمل العلماء بتوعنا. طيب الدليل، العلماء دول اتبعوا دليل، جيب لي دليل. إزاي تسعى دليل؟ إيه الكلام ده؟ عضوا عليها بالنواجذ، محتاج أن تعض وأن تقبض على الجمر. هو دي الغربة، الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حالة من حالات التغيير والتحريف والتبديل، خرق للإجماعات، مصادمة للنصوص. يقول لك لو هو قال لنا ما نحتفلش بمولد بميلاده هنحتفل، لو هو قال ده انت بقى عندك مصادر استدلال بقى تانية خالص. هو اصلا انا بقول لك هو ما قالش، واخد بال حضرتك، ولا فعل، فهذا يكفي ان هو مش ده دليل على المنع. لا، يقول لك لو قال لا تفعلوا سنفعل، يعني مش لا تفعلوا هيبقى نهي فهنجتنب بقى، يعني هنتقدم وهيتلم. لا، انا هعمل كده، عارف ليه؟ عشان عندي مصدر تاني اللي هو ايه؟ الحب. تقول له حبك بورس. حب ايه؟ حب ايه؟ هالحب هو الاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده قانون الحب. حب بتاعك ده مش حب، ده هوى، ده استعلاء، استعلاء حتى على الشرع، صدمة للشرع. تمام. قال: والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب. متى يغلق؟ إذا رفع القرآن. يسرى على كتاب الله فيستيقظ الناس فلا يجد منه حرفا. ده مزامن لهدم الكعبة على يد ذي السويقتين الحبشي. خلاص كده، تخيل العالم بدون قرآن ولا كعبة فعلا. يعني الموت قبل أن يصل الإنسان إلى ذلك هذا كرامة، هذا خلاص نذار، هذا إذان
بنهاية العالم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. متى هدمت؟ فسد أمر العالم. وكذلك هذا مزامن بعد خروج المسيح الدجال وخروج نزول عيسى عليه السلام وقتله المسيح الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج وإهلاكهم بدعاء عيسى عليه السلام. يحكم عيسى عليه السلام الأرض 40 سنة بشرعة الإسلام، ثم يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من تحت آباطهم، فلا يبقى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، اللي هو حديث إيه: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، لا يدروا من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. إيه أمر الله؟ الريح الطيبة. فلا يبقى من كان فيه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، ويبقى شرار الخلق يتهارشون كما تتهارش الحمر وعليهم تقوم الساعة. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم. النزل يعني إيه؟ النزل يعني إيه؟ يعني المائدة، العزومة. هذا القرآن مأدبة الله، بس ألوان الطعام اللي جواه مش طعام مادي، طعام إيه؟ معنوي. فيه رسالة جميلة أوي 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 للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حوالي 35 صفحة في تفسير قوله تعالى: هو يطعم ولا يطعم. 35 صفحة بيستعرض فيها وجوه القراءات في الآية، وإنه ورد فيها أيضا إيه؟ هو يطعم ولا يطعم، واخد بالك، ويفرق بين الإيه؟ القراءتين فيها. وبعد كده يبدأ يتكلم إن إطعام الله للخلق ليس فقط الإطعام المادي، أمال إيه؟ الإطعام المعنوي، يطعم قلوبهم السعادة، يطعم قلوبهم الطمأنينة، يطعم قلوبهم الفرح، يطعم قلوبهم الإيمان. وإن فعلا دي طعوم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ده لا شك إن هو طعام معنوي. يبدأ يتكلم بقى على آية الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ويبدأ يفسره روعة صراحة. احنا محتاجين نتعامل مع القرآن على إنه غذاء فعلا حقيقي. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول عن الذكر إيه؟ الذكر اللي هو بتاع جلسة الشروق، كان يقول: هذه غدوتي، الغدا بتاعي، إن لم أتغدى سقطت قواي، مش هقدر أكمل. انت لازم تاكل عشان تقدر تقوم على رجلك، ده في جسدك. طب وفي قلبك؟ قلبك ازاي هيقف على رجله مع كل الشبهات دي، الشهوات دي، والغربه والاستضعاف والليبراليه والعلمانيه والالحاد والتغريب والبدع العقديه والعمليه والتمشعر والاعتزال؟ هيقف على رجله ازاي مع الشهوات والمواقع الاباحيه والمسلسلات والافلام والاغاني والغيبه والنميمه والفحش والبذاء؟ هيقف على رجله ازاي؟ ما فيش قرآن يغذيه، يجعله يستكمل المسير حتى يصل إلى الله، يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، حتى يلقى الله بقلب سليم. عشان كده القرآن غدوتك في الحقيقة، طعام، مأدبة الله. يتعامل معاه على كده، تدخله كأنك جعان، كأنك ظمئ، تسقى وتطعم وتشبع. وفي الحقيقة كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يعني يفضل ياكل لذيذ قوي كمان، ياكل لذيذ قوي كمان، ما يشبعش أبدا. ليه؟ لأنه محتاج وإنه ملتذ. والعجيب إن أي لذة في القرب من ربنا لذة لا يعقبها كدر. أي لذة دنيوية، أكل، شرب، جنس، منصب، برستيج، وجاهة، شهرة، لازم فيها كدر. بشر في حياتك، علاقات، لازم فيها كدر. أما العلاقة مع الله
فهي حب ولذة بلا قدر. ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء. ده كلام بقى مين ده؟ ده كلام علي رضي الله عنه يقول عن القرآن: هو بحر لا ساحل له، لا يشبع منه العلماء ولا تفنى عجائبه. قال: لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه. يعني إيه لا تفنى عجائبه؟ يفضل كل ما تحرت وتحفر وتعصر وتمضغ وتكرر تتأمل تدبر يفتح عليك. كل ما تقرأ في التفسير وتطالع التفسير البلاغي والتفسير اللغوي والتفسير الفقهي والتفسير الأثري يفتح عليك، تلاقي فوائد عجيبة. تقول: الله، هي الآية دي ما بتخلصش ولا إيه؟ ما بتخلص. وترداده يزداد فيه تجملا. في حديث ضعيف أورده عبد الله المبارك في كتاب الزهد، كتاب جميل قوي الزهد عبد الله المبارك ده، الشيخ أحمد فريد محققه وشرحه، يا ريت الإخوة كلها تقرأوه. ففي حديث ضعيف فيه اللي هو: خير الأعمال المختتم مفتتح. يعني إيه؟ كل ما تختم تفتح تاني. يعني حاول أنت يوم ما تختم ما تقفلش، لحظة ما تختم ما تقفلش، ابدأ تاني حتى ولو بالفاتحة، حيث انت افتتحت تاني، انت ما بتوقفش، كأنك بتبشر على نفسك ان انت على طول ايه؟ شغال. الناس الكبيرة اللي على الفطرة، واخد بالك، ابائنا وامهاتنا كانوا كده، يختموا القرآن ما يقفلوش، بعد ما يقرأوا ويدعوا وبتاع يقرأ الفاتح، يقول لك افتتحه تاني، كأنه ايه؟ بيبشر نفسه بهذا. طبعا هو حديث ضعيف، واخد بال حضرتك، ولكن الايه؟ المسألة إن هو في الحقيقة بيقرأ قرآن يعني، واخد بالك، فما فيهاش حرج إن شاء الله. المقصود يعني لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه، تفضل سحائبه تنزل عليك غيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وأنشوا رحمته، هو الولي الحميد. عشان كده ممكن تقرأ القرآن في بعض الأحيان تلاقي نفسك القلب مش لاقط شبكة. انت امبارح كنت بتقرأ قاعد متصح وتعبان ومش قادر، مش قادر تكمل، تعبان قوي وملتز بالتعب والخوف ده والرهبة والرغبة والرجاء، وحاسس ان الآيات كأنها تحفر في قلبك امبارح، النهاردة قلبك مش عارف بقى ايه، عملت معصية، عملت حاجة، فقلبك اتقفل. تعمل ايه بقى؟ ما تسيبش المصحف، دي عقوبة. انت دلوقتي بتتعاقب اللي انت ايه عملت مشكلة، ده فطور بيعرض. تعمل ايه بقى؟ انت تفضل كأنك بتطرق الايه؟ الباب حتى يفتح عليك، توقفش. السحاب قبض وبسط، وعلى قدر يقينك بالله واستغاثتك به، والاستغاثة دي بتبقى متمثلة فانت لسه بتقرأ وكأنك بتطلب القرب، تطلب الفهم، تطلب العلم. انت القرآن ده انت بتقرأ القرآن طلب علم، قل ربي زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، واخد بالك، فيفتح عليك. لا تقلع سحائب، امال المشكله فين؟ المشكله في قلبك انت، فانت بتفضل تطلب حتى يفتح عليك. قال: ولا تنقضي اياته، اياته الداله على صدقه فيه ومن وفي الآيات الشرعية دي وفي الآيات الكونية، يفضل تظهر آيات صدقه، كيف أن ما أخبر به يحدث، كيف أن ما أخبر به فيه شفاء تجد الشفاء. قال: ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه وكلما بجست معينه فجر بها ينابيع الحكمة تفجيرا. كلما بجست يعني حفرت في المعين، كل ده ما ايه؟ ما يفجر الحكمة ينابيع. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، جواها الحمى، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب. اللهم اجعل القرآن العظيم
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي. قال: وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وإحنا فين هنا؟ لا، أنت هنا في سجن. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أم بلاد الأفراح دي فين؟ أخلى قرب من الحبيب، مجاورة الملك عز وجل، رب ابني لي عندك إيه؟ بين في الجنة. دي الفرح. الفرح إمتى؟ أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده إيه؟ أبدا. يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هنا لا، هنا في حياة وموت، هنا في صحة وسقم، هنا في فرح وإيه وحزن، هنا في شباب وهرم. دي الدنيا. لكن بلاد الأفراح اللي هي القرب من الحبيب تبارك وتعالى، هذا إيه؟ هذه في الآخرة. قال: والمنادي بالمساء والصباح. يا قومنا أجيبوا إيه؟ داعي الله. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. محمد بن كعب القرظي يقول إيه؟ المنادي هو القرآن، فليس كلهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المفسرين مختلفين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان، من هو المنادي؟ هل هو القرآن؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأكثر على إنه النبي على فكرة صلى الله عليه وسلم في التفسير وفي ابن كثير وفي الطبري. ولكن كلام محمد بن كعب جميل قوي، وهو لا تعارض، هو من باب ضرب الأمثلة أو من باب هذا اختلاف التنوع. لأن في الحقيقة القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى القرآن أيضا. مقصود يعني إيه؟ ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا. فقال محمد بن كعب القرظي: القرآن هو المنادي. طب والجن لما قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، كانوا بيتكلموا على إيه طول السياق؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون ليه؟ القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. الكلام كله على إيه؟ القرآن. أما نيجي نقول لك بقى يا قومنا أجيبوا داعي الله، تقول لي في خلاف، هل هو داعي الله هو النبي أم القرآن؟ ما هو السياق أهو، ما هو ولا تعارض أصلا، ما هو الرسول هو الذي بلغ الإيه؟ القرآن. لكن المعجزة اللي أثرت فيهم، زلزلت قلوبهم، القرآن. ولذلك يقول إيه؟ والمنادي بالمساء والصباح، يا أهل الفلاح حي على الفلاح، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. سبحان الله. تعبتوا لسه؟ طولنا صح؟ يعني أقول بصراحة، على كل حال يعني عادي حكمل برضو حتى لو توقف يعني مش مشكلة. سبحان الله، هخلص المقدمة بس. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي؟ حرموا الحياة، حرموا السعادة، واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. أفيظن المعرض عن كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ يعني أنت متعلق بآراء الرجال والمذاهب دون الاستناد على دليل، أتظن أنك بذلك تنجو؟ أيظن أن بذلك أنت يخلص لك دينك؟ الدين يعني وحي، اتباع للوحي. أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات زي الصوفية وأنواع الخيال؟ هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال، إنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره وتزود التقوى وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. وبعد، كل دي كانت مقدمة. فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأصلين أو في هذين الأمرين،
كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيه بقى؟ إيه الأربعة دول؟ إيه الأربعة دول؟ الإيمان، العلم، العمل الصالح. ليه؟ العمل. طيب تواصوا بالحق يعني إيه؟ يعني أمرتك إن أنت بالعلم. يعني أنا دلوقتي كملت نفسي في العلم والعمل، وبعد كده أمرت غيري بالعلم اللي هو الحق والصبر اللي هو العمل. يبقى تكميله لنفسه وتكميله لغيره بهذين الأمرين، العلم والإيه؟ والعمل. فأقسم سبحانه أن كل واحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل به، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما، كان حقيقا بالإنسان. يعني بما إن الكمال كله في العلم والعمل، كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه. يبقى العلم الحقيقي هيبقى من خلال إيه؟ فهم القرآن وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه. ليه؟ ليه نعمل كده مع القرآن؟ فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد، والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته. ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وهيبدأ يتكلم عليها في المدارك، ودي مقدمة في المدارك، وعلى بعض ما تضمنته هذه الصورة من هذه المطالب، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغايتها ومواهبها وكسبياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه الصورة مقامها ولا مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، والله المستعان عليه التقلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.